بس كلام. فقرة سلوشن، هناك أكثر من طريقة للتغلب على مشكلة نسيان كلمة سر فتح الهاتف. سنستعرض بعض هذه الطرق وطريقة القيام بها. الطريقة الأولى، حساب جوجل الخاص بك. أنت بالطبع ستقوم بالعديد من المحاولات لفتح جهازك، وبعد عدد من تلك المحاولات فإن نظام الأندرويد على جهازك يقدم لك خيار استخدام حساب جوجل الخاص بك لمساعدتك على فتح جهازك، ويتم ذلك بخطوات بسيطة. قم بإدخال حساب جوجل الخاص بك وكلمة السر. قم بالدخول إلى إعدادات جهازك، إلغي كلمة المرور. لكن تلك الطريقة التي تشترط أن يكون الجهاز متصل بالإنترنت بأي طريقة، إما عن طريق الواي فاي أو 3G. الطريقة الثانية، إجراء مكالمات هاتفية لهاتفك. قم بإجراء اتصال هاتفي بهاتفك. أثناء المكالمة تستطيع الدخول إلى إعدادات الهاتف وتقوم بالتغييرات التي تريدها، إما تغيير كلمة المرور أو إلغاؤها. لكن لا تعمل تلك الخاصية إلا مع الهواتف الذكية التي تحمل بطاقة SIM. أيضا قد يكون الهاتف لا يدعم خاصية الدخول للإعدادات أثناء المكالمة، حيث تعتبر تلك الخاصية من الثغرات الأمنية. الطريقة الثالثة، سؤال الأمان وكود PIN. مع تكرار المحاولات الفاشلة لإدخال كلمة السر لفتح الهاتف، يعطي نظام الأندرويد بعض الاختيارات. أحد تلك الاختيارات الإجابة على سؤال الأمانة وإدخال رمز PIN، لكن يجب أن يكون نظام الأندرويد الخاص بهاتفك يدعم تلك الخاصية، فليس كل أنظمة الأندرويد تدعمها. الطريقة الرابعة، استعادة ضبط المصنع. في حال أن جهازك غير متصل بالإنترنت ولا يدعم خاصية فتح الإعدادات أثناء المكالمة ولا يدعم خاصية سؤال الأمانة وكود PIN، فليس أمامك إلا طريقة واحدة، هي استعادة ضبط المصنع، فهي أكثر الطرق ملائمة لمختلف الأجهزة وأنظمة الأندرويد. والوصول إلى ضبط المصنع له طريقة لكل جهاز، لكن بشكل عام غالبا عند الضغط على زر زيادة الطاقة وزيادة الصوت تستطيع استعادة ضبط المصنع، ومع بعض الهواتف تحتاج أيضا إلى الضغط على زر هوم. لكن يجب أن تعلم بأنه باستعادة ضبط المصنع تفقد كل البيانات والتحديثات والتطبيقات على هاتفك. واضح مش بس كلامه.